مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي التلميذات في حصة جديدة من دروس النشاط العلمي، الحصة الثالثة من حصص درس الحركة والأغذية والتنفس لدى الإنسان. الحصة الثالثة تحت عنوان ما أهم يعني مفاصل جسم الإنسان، يعني ما هي المفاصل المهمة والأساسية يعني في جسم الإنسان والتي تمكنه من الحركة. بالنسبة للأهداف التعلمية لهذا الدرس هو أن يكون المتعلم قادرا على تعرف أهم هذه المفاصل، ثم يمكن يعني أن يصنع مجسم إنسان يعني ورقي بمفاصله. إذا نبدأ على بركة الله. يعني التساؤل هنا، ندعو التلاميذ إلى ملاحظة الصورة التي توضح فتاة تقوم بالقفز يعني على الحبل، ويعني نتساءل يعني ما هي المفاصل التي تمكنها من القيام بهذه الحركة. فنتساءل ما هي المفاصل التي تساعدني على الحركة أو التحرك، ثم نبدأ بالتحقق من هذا التساؤل. يعني السؤال الأول، يعني أتعرف مكان واسم المفصل المستعمل في كل حالة. لدينا هنا 3 وضعيات يعني من التنقل لدى الإنسان. في هذه الحالة يعني الطفل يمشي يعني ما هي المفاصل التي تمكنه من التحرك والقيام بعملية المشي؟ نلاحظ هنا الورك، نعم الورك. إذن هنا يمشي، إذن فهو يستعمل يعني مفصل الورك، وأيضا الكاحل يعني الأقدام تتحرك. بالنسبة للصورة الثانية فالطفل يسبح، إذن فهو يستعمل قوة كتفيه يعني مفصل الكتف الذي يمكنه من السباحة إلى الأمام. هنا الطفلة تقفز وهي يعني نلاحظ بأن رجليها يعني فهي يعني مفصل الركبة هو الذي يساعدها في القفز يعني في ثاني الرجل، وهكذا يعني تعرفنا يعني أهم المفاصل التي تمكننا من القيام بحركات مختلفة. السؤال الثاني، أكتب رقم كل مفصل في المكان المناسب من الجسم. لدينا هنا جسم شخص رياضي، يعني سنقوم بكتابة اسم كل مفصل في مكانه. نبدأ من اليمين. هنا ما هو هذا المفصل أصدقائي؟ نعم إنه مفصل الكتف، الكتف يحمل رقم 3. إذا سأقوم بكتابة 3 هنا. هنا الجذع، جذع الإنسان. هنا اليد، يد. هنا الكوع، نعم الكوع يحمل رقم 1، سأكتب 1 هنا. وهنا الركبة، يعني لاحظوا أنه يثني رجله على مستوى الركبة. الركبة تحمل رقم 6، نعم سنكتب 6 هنا. ثم هنا العنق أو الرقبة، يعني فقرات العنق، نعم يحمل فقرات مفصل فقرات العنق أو مفاصل العنق رقم 7، إذا سأكتب 7 هنا. هنا على مستوى اليد، يعني على مستوى المرفق، فالمرفق يحمل رقم 5، إذا سأكتب هنا 5. هنا مفاصل الورك، سأكتب 4. ثم هنا مفاصل الكاحل، يعني سأكتب رقم 2. ونذهب إلى الاستخلاص أصدقائي، يعني من هذا الدرس ماذا استخلصنا أو ماذا استفدنا؟ أن مفاصل الجسم هي كثيرة ومتنوعة وتساعدنا على القيام بحركات مختلفة كالثني والبسط والدوران، يعني ومجموعة من الحركات التي تمكننا من القيام بأنشطة بدنية يعني مختلفة كالمشي، الجري، السباحة، القفز، يعني كل الحركات التي نريد القيام بها. لذلك أصدقائي انتبهوا إلى أنفسكم جيدا، يعني وحافظوا على سلامة أعضائكم ومرافقكم. وبهذا نكون قد أنهينا درس أهم مفاصل جسم الإنسان، وأترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله بحول الله. إلى اللقاء.